تلمع زيت هو راه زوين. وكما قلنا راه هذا هو الحل، خاص الناس اللي ما قادرينش يشريو الحولي راه ممكن تاخذ جدي ولا عتروس بالثمن مناسب، 30000 ريال ولا 26000 ولا 32 ولا 34، كلما كان العتروس شحال باش كيتباع. وكاين ربما كما كتشوفوا عتروس انت معيت وبخير. اذا المهم هو الضحيه، تبارك الله. يكروان هاد كان خويا يكروان يكروان ياك يكروان المعزي يكروان يذبو السكر بزاف يذبو السكر ياك. فلان تبارك الله اسكواس هاد ماتيا اسكواس الا الثمن. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد المعزي والعتارس، هادو جديان والعتروس في الرحيبة اللي حدا الملعب أدران. غادي نحاولوا نكتشفوا لكم الثمينة ديالهم وغادي نحاولوا نصوروا لكم مزيد على المعزي اللي كتوجه هاد الرحيبة اللي حدا تيران أدران. اللي عليكم هو تشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ساعدونا باش نوصلوا القناة 400 كما كتشوفوا. اللهم بارك. إذا المعزي هادو عتروس تبارك الله صغار، كاين العتروس هنا ها هو وكاين المعزي اللهم بارك. شحال الثمن ديال هادو؟ الثمن ديالهم اسيدي الصغار 26 26 هذا 26 26 كما كتشوفوا هذا 26 اللهم بارك 26 فقط. كاينين جديان هنا 26 فقط، إذا نقدر هذا نلقاو ب 30 ربما، هذا 30 وهذا 30 والصغار 26000 يقدر على حسب. إذا 40 ما كايناش ربما هنا العتروس ديال 40 ما كاينش، وفي نفس الوقت هاد جديان هما اللي اكتشفت خاص في الرحيبة حاليا تيران أدرار. إذا المعزي راكم عارفين فين كاين، كيتواجد خاص في إنزكان، إنزكان فيه المعزي بزاف. لا قليل قليل تماما. وغدا ان شاء الله غادي نمشيو لكم لانزكان باش نصوروا لكم المعزي والعتارس، اكبر عتروس اكبر المعزي خاص في انزكان ان شاء الله غدا بحول الله. اليوم جينا حيت ما كانش عندنا الوقت، راكم عارفين الظروف والخدمه اللي عندنا، جينا باش نصوروا لكم الا حدا الرحيبه ديال حدا الملعب أدران. إذا هاد الرحيبة ما بعيداش على الحي المحمدي، وفي نفس الوقت بعض الناس اللي كيقولوا بأنه أثمينة ديال الحولي غالية ولا أثمينة ديال الخروف الحولية غالية، راه ممكن تعيد بعتروس فقط، ممكن تأخذ هذا ب 26000 وديه للسطاح ديالك ونهار العيد وغادي دير به الضحية ديالك وانت معيد وفيه الكبده وفيه الشحمه وفيه الحمات وغادي تقادو ديرو في الثلاجه. مالك على تذبح الحولي ديال 6000 درهم ولا 7000 درهم وديرو في الثلاجه ومحال تهزو الثلاجه، تعمر الثلاجه وشيت باخي. هاي هي اللهم انسان يمشي على جهده، ياك افضل حاجه يشري انسان المعزي، ياك الناس دراوش الناس قد الحال يشريو المعزي احسن افضل حاجه ياك. ولكن علاش المعزي ما مرتفعش؟ علاش ما نشوفوه بحال العتروس الكبير نشوفوه ب 7000 درهم ولا 5000 درهم؟ علاش هو رخيص؟ على حسب الكيلو ديالو ولا كيفاش؟ 6 كيلو واش 6 كيلو؟ داك الشيء علاش رخيص هو المعزيات؟ إذا الحولي كيوزن بزاف 80 والمعزي 1000 غالي. دابا مثلا 120 دابا العتروس اللي واعر اللي شحال يوزن؟ 70 70 شحال من كيلو؟ 45 كيلو تماما. اذا كما سمعتوا دابا اللحم ديال المعزي واللحم ديال الحولي كاين الفرق، اش من فرق بين الغنم والمعزي؟ ولكن كيقولوا الناس المعزي كيكون فيه اللذه تماما. اذا كما سمعتوا هذا السيد قال لكم بانه راه الغنمي افضل من المعزي، وفي نفس الوقت المعزي تا هو راه زوين
وكما قلنا راه هذا هو الحل. خاص الناس اللي ما قادرينش يشريو الحولي راه ممكن تاخذ جدي ولا عتروس بالثمن مناسب، 30000 ريال ولا 26000 ولا 32 ولا 34، كل ما كان العتروس شحال باش كيتباع. وكاين ربما كما كتشوفوا عتروس انت معيت وبخير. اذا المهم هو الضحيه. تبارك الله يكروانات كنغويا يكروان معزي يكروان كيدبو السكر بزاف يدبو السكر ياك فلان. تبارك الله اسكواس هاد ماتيا الا الثمن الا الثمن ياك بعد الناس يعانيو امين. صغامير درتها ارجوني تمشيو بنادم اين اسمير ودي تسخ كمل الحولي 7000 درهم 7000 درهم زيد 10000 زيد 60000 ريال ولا 40000 تسخ الطوموبيله شي داك تسو الحمد لله تبارك الله فعلا. اذا كما اكتشفنا اللهم بارك اذا العتروس شي حاجه مليحه تبارك الله اشتيان عجبوني صراحه الصفات ديالهم حتى هما زوينين. يكروان بالامازيغيه كيقولوا لهم يكروان يكرو اردس تين ميد نغويت ست مازيغت يكرو زرك راه يكرو او يكرو يزرق سعيد ايه تاني يزرق سعيد. المهم السنه اي قال المهم وفي نفس الوقت والله تاخذ هذا انت قد الحال ما عندكش الفلوس بحال دابا بزاف ياخذها غير هذا بزاف هو هذا ها هو بزاف هو اصلا هو ما غاديش يشري. علاش ما فيها؟ ها؟ ديروا في الطاجين الليله وحده في الشوارع. لا ماشي اللي على حسب السنه. المهم تحتفل به نهار العيد صافي هذا هو المهم. تبارك الله. اش غادي تقولوا؟ قبل توضيح حاجه. واحد هذا غير صبر غير صبر ندوزوكم غير صبر. هذا هذا الدريال. انا نولو. يلا. السلام عليكم تحياتي هنا كيكونوا الحوالة الشرع ما غادير عليه راه غالي هذا الشيء الشيء والجفاف واش هذا الشيء راه كاينه في الشناقة تبارك الله راه ما بدي يخلي منا والو وحق الله الا هذا العام راه وحق ربي الا بيقتلونا هادو باش نعيدوا ديروا معنا شي حل راه الشناقة راه تبارك الله صافي شنو كتبيع شنو كتبيع؟ انا كنبيع قلبي في هاد الشيء راك خلونا كنقول عمي والدينا باش شنو نحاول على ما معزاه هادي كيقول لك 20000 ريال ولا 40 ولا 50 باش غادي يجيب هاد الشيء تشفرو كاينين البوفريا كاينين البوفريا كاين اللي كيمشي دابا الميناج وما كيجي كيقول لك 50 60 ياك هاد الشيء راه عيب وعار هاد الشيء صح دانا كنعتذر لكم دوزنا هاد الدراري من قبيله تابعيني بيزلاف 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 احمد بيزلاف دابا كنعتذر لكم اذا من قبيله تابعيني دوزني حنا ماشي ما بغيناش ندوزكم اي واحد باغي يدوز راه غادي ندوزو ان شاء الله بحول الله غير شويه الصبر ان شاء الله بحول الله اللي باغي يدوز في القناه ديالي اللي تلقى معايا ندوزو انا ما عنديش مشكل ندوزو نهائيا غير بعض المرات كنلقاو بعض المشاكل معقده تماما بعض الناس اذا الله يكون خير ان شاء الله نتمنى التشجيع ديالكم الاشتراك في القناه تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد تحياتي اكادير المغرب.